نفايات بصفه عامه، نفايات صعبه ماشي مهم. وهنا الاغلبيه في النفايات هي نفايات عضويه التي تشوفها هي بالاخضر، ثم كاين النفايات اللي هي قابله للتحلل، اما النفايات البلاستيكيه فهي ضعيفه مقارنه مع النفايات الاخرى. مش فاهم علاش اطلق هذا ونقول لك على النفايات البلاستيكيه. بالنسبه لان هذا ارتبط يعني تاثير هذه النفايات اللي تم الضوء عليهم على البحر تاثر مباشره بنوع المطالع اللي تتوفر عليهم كل يوم. مثلا اذا مشينا لهذا الجدول هذا هناك على مستوى البحر المتوسط هناك عش في البحار، وهناك تحسن كذلك في البناء العام يعني مجموعه من المحطات يعني تصير مع البيئه العامله في مستوى البحر المتوسط يعني لا يجب نعرفنا الوضع في شمولية. إذا تمشي في البحر وتمشي في مشكلة المنتخب
تيبان لينا ان ماشي هما هذوك المصدر ديالهم اللي جاو لان حنا عندنا المتابعه حتى تطلع على هذوك الانتهاء تشوفها كاين دراسه كاين واحد الاستمارات اللي تتعمر وتتعرف مثلا ديال مثلا كيطلع واحد المنتوج مثلا ما كاينش في المغرب النهائي وتتبع حتى ربما الاصل ديالك المنتوج نيجا يعني الاغلبيه كاين هاد قبل وقتا نقولوا الكتاب كتبوا حنايا كان الوطن ديال البحث السياحي كل اللي تعرفوها كما قلت لكم راه ما احنا مهنه ديال البحث ان الطريقه تخلص من هذه الشهاده الطريقه تخلص يعني كما قلت لكم قبيلتي راه كاين حنايا حتى لو الماتيريال خصها تساعد باش لكن المعهد الوطني للبحث يدير دراسات باش يعرف اولا واش كاين بديل من المصدر تيساهم عندنا مواد الاحترام مشاركة جامعة اسبانيا جامعة بلجيكا تنحاولوا نلقاو واحد المنتوج اللي يخدم الدور ديال البلاستيك الدور ديال البلاستيك ولكن ما يكونش تأثير على البيئة لأن ما تقدرش يلقى الحرارة ديالها يعني تكمل يوضي كارون وهذا الشيء هذا هاد الدراسة حاليا وكاين واحد المنتوج راه كنسمي دابا كنخدمو واش هاد المنتوج يصلح الشكر صناعة الشكر تنديرو حتى التأثير ديالها على البيئة تشوفو كيفاش دايرو فرنسا تنجيبو ديك العينات وتبداو خدمناهم كلشي تنشوفو تعطيوهم تنديرو التأثير ديالهم على البيئة وفلا كان تأثير على الحيوان البحري مكانش تأثير مقارنة مع شي بلاستيك ونطلقوا المرحلة الثانية هو محاولة تصوروا الشبكة وتشوفوا الشبكة واش عاوتاني حتى واش تقدر تخدم ولا ما تخدمش شحال تزيد فيها هذا الموضوع ما